الكتابة بس نشكر المكتب التعليمي للعصبة المغربية وأيضا السادة السوري المحكمة الابتدائية التي عودتنا على احترام هذه الأنشطة ولو أنها نادرة في عددها. سؤالي جد مختصر، كيف نتحدث عن ضمانات المحاكمة العادلة ونحن نسمع بين الفينة والأخرى عن اعتقال قضاة وإيذائهم بالسجن بتهم متعددة تتعلق بالارتشاد؟ كيف نتحدث عن المحاكمة العادلة ونسمع بين الفينة والأخرى عن اختلالات بالدوائر الأمنية وعن تغييرات جذرية بعدد من المدن وفي صفوف الضباط الشرطة القضائية؟ كيف نتحدث عن ضمانات المحاكمة العادلة والمجلس الأعلى للقضاء أو للسلطة القضائية بث في العديد من ملفات السادة القضاة وأبرز العديد من الأخطاء الخطيرة التي ترتكبها جهات أو خصوم المملكة من أجل إدراجها بمنتديات جنيف، فيصبح المغرب أمام إحراج كبير. والسلام عليكم.